گزارش‌های رسانه‌های عربی و عراقی درباره دیدار مفتی دیار عراق و هیئت پارلمانی و نمایندگان جنبش مردمی عراق از پارلمان اروپا. بسم الله. التي هي قوات غير دستورية وترتبط ارتباطا مباشرا برئيس مجلس الوزراء نور المالكي، فقتلت المئات من المعتصمين العزل في الفلوجة والحويجة والموصل وديالة أمام أعين العالم وبدم بارد، شأنهم في ذلك شأن العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الذين يقتلون بدم بارد بقذائف. هي خطوة المؤتمر في الأصل وانعقاده في مقر البرلمان الأوروبي وبحثه لوضع حقوق الإنسان في العراق، هي بحد ذاتها خطوة إيجابية باتجاه تركيز الرأي العالمي والأوروبي بوجه الخصوص على ما يحصل لنا في العراق عموما. أبرز الانتهاكات اللي بحثت كانت الكلمة الأولى للشيخ الدكتور رافع الرفاعي، ثم كانت هناك كلمة للشيخ محمد طه حمدون عن الحراك، وكذلك كلمة للدكتور عبد الرزاق الشمري بالأخص مع الفيلم المصور للمآسي التي تحصل في السجون وفي خارج السجون. رئيس الجلسة الأستاذ ستيفنسون وعد بأنه في الأسبوع القادم سيكون هناك قرارات على مستوى البرلمان الأوروبي تخص موضوع وضع العراق. التقى الشيخ الدكتور رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية في مقر إقامته ببروكسل مدير عمليات الصليب الأحمر في جنيف السيد بيردر بيس ومساعدته السيدة نايلة جليخي، وقد عرض الوفد العراقي برئاسة الشيخ الدكتور رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية أدلة توضح الانتهاكات وكشف من خلالها حجم التضليل الذي يسعى المالكي عبر آلته الإعلامية لحجب الحقيقة بل وتزييفها.